سلام الله عليكم. إذا نستعرض لكم في هذا الفيديو إن شاء الله الموعد والتوقيت والقنوات النقلة لمباراة فريق النصر السعودي ضد فريق الوحدة في الجولة الخامسة من الدوري السعودي لكرة القدم. موعد مباراة النصر ضد الوحدة، المباراة تلعب مساء اليوم الجمعة 27 من شتنبر 2024، وتنطلق المباراة على الساعة 24 دقيقة بتوقيت تونس المغرب الجزائر، والسادسة 26 دقيقة بتوقيت السعودية. بالنسبة للترتيب الحالي للفريقين، فريق النصر يحتل المركز الخامس بثماني نقاط، في حين يحتل نادي الوحدة المركز الرابع عشر بأربع نقاط. لكل فريق 4 مباريات. مباراة النصر ضد الوحدة في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين 2024-2025، ومن المنتظر لقاء المباراة على قنوات أبو ظبي الريادية.